السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله الحلقة رقم 3 من كورس كامل عن تربية الفراخ التسمين. الحلقة النهاردة هتبقى عن جودة الكتاكيت. الحلقة دي هتبقى مفيدة لمين؟ هتبقى مفيدة للمربي، وهتبقى مفيدة أكتر لشركات الكتاكيت أو الناس اللي عندها قطعان أمهات. هناخد مع بعض النهاردة 4 أسباب رئيسية بتأثر على جودة الكتكوت التسمين. بس قبل ما نخش في الشرح، معانا 3 أسئلة محتاجين إجابة عليهم. رقم 1، هل شركات الكتاكيت أفضل ولا شركات الأهالي؟ وإيه الفرق بينهم؟ رقم 2، سلالة الكتكوت أو نوعه زي ما بعض الناس بتربيه اسمها السلالة. سلالة الكتكوت اللي هي روس أو هابارد أو إيفيان أو أي آر أو أربور إيكرز أو أي كان، هل السلالات دي هي اللي بتحدد جودة الكتكوت؟ يعني الكتكوت الكب ده هل هو أفضل كتكوت من حيث الجودة؟ هل أفضل من الروس وأفضل من الأنواع التانية؟ ولا أي سلالة من دي هي الأفضل؟ رقم 3، ليه أنا لما بشتري كتكوت من شركة معينة واجي انزله نفس الكتكوت في نفس المزرعه بنفس المعاملات اللي انا بشتغلها، ليه الكتكوت ده ما بيطلعش زي الكتكوت اللي انا نزلته الدوره اللي فاتت؟ ايه اللي حصل؟ هل جوده الكتكوت ممكن تقل من دوره للتانيه اللي انا بنزلها؟ الثلاث اسئله دول هنجاوب عليهم في نهايه الحلقه. تعالوا نعرف ايه هي الاربع اسباب الرئيسيه اللي هتاثر على جوده الكتكوت. رقم 1، قطيع الامهات. وده طبيعي جدا ان قطيع الامهات لو سيء هيديك كتكوت سيء. قطيع الامهات لو بيعاني من الامراض زي الميكوبلازما والسالمونيلا والادينو والحاجات دي، ده بيتنقل بشكل مباشر للكتكوت. في امراض تانية ممكن تتنقل بشكل غير مباشر للكتكوت، زي ايه؟ زي الايكولاي مثلا، بتتنقل بطريقة غير مباشرة. ايه الفرق بين الطريق المباشر والطريق الغير مباشر؟ الطريق المباشر يعني الميكروب هيدخل للبيضة عن طريق المبيض قبل ما البيضة تخرج من الفرخة. يعني ايه طريق غير مباشر؟ طريق غير مباشر يعني العدوى تمت بعد ما البيضة اتباضت من الفرخة، حصل عدوى للبيضة ديت بعد كده، تمام؟ يبقى الفرخة ممكن تبقى سليمة ما فيهاش، بس حصل عدوى بطريقة غير مباشر، العدوى دي جت من البيئة المحيطة. ده الفرق بين الطريق المباشر والطريق غير المباشر. ايا كان، سواء الطريق مباشر او غير مباشر، لو في عدوى بتتنقل من الام للكتكوت دي هتأثر بشكل مباشر على جودة الكتكوت. النقطة التانية في الأمهات وهي السن. كل ما السن في قطيع الأمهات بيتقدم، كل ما جودة الكتاكيت بتبقى أقل، والأجسام المناعية اللي بتنزل اللي احنا بنسميها المناعات الأمية بتكون أقل، وبالتالي عرضة الكتكوت ده للإصابة بتبقى أعلى. وعلى عكس كده، لما قطيع الأمهات يبقى سنه صغير بنسميه قطيع شباب، قطيع الشباب ده بيديك كتكوت جودته عالية جدا، أفضل من القطيع اللي بيكون في الأعمار الكبيرة. السبب الثاني اللي بيأثر بشكل رئيسي في جودة الكتكوت هو جودة بيض التفريخ. ممكن يكون قطيع الأمهات خالي من الأمراض ومفيش أي أمراض خالص، تتنقل بشكل مباشر زي ما قلنا قبل كده، لكن بيض التفريخ جودته سيئة، يعني القشرة ضعيفة مثلا أو فيها شروخ، البيض بيكون متسخ وده بيكون سبب كبير لانتقال العدوى إلى البيضة. يبقى لما يكون جودة بيض التفريخ سيئة طلع معايا كتكوت تسمين جودته وحشة. السبب رقم 3 اللي بيأثر بشكل مباشر على جودة الكتاكيت هو معدات التفريخ. ممكن تكون الامهات كويسه جدا، وممكن تكون جوده بيض التفريخ كويسه جدا، قطيع الامهات ما فيهوش اي مشكله، لكن المشكله بتيجي اثناء عمليه التفريخ. وهنا بيكون في فرق كبير جدا بين الشركات المحترمه اللي بيكون عندها كواليتي كنترول او عندها نقاط جوده بتعتمد عليها في المعمل بتاعها او في معدات التفريخ بتاعتها عشان تطلع كتكوت عالي الجوده، من حيث المطهرات والتعامل مع الكتاكيت بعد ما تخرج، من حيث اقفاص الكتاكيت ومن حيث التري اللي بترص عليها البيض، وكل النقاط ديت الشركات المحترمه بتعمل معايره لكل الحاجات ديت، بيكون عندها هايجين عالي جدا او نظافه المعمل بتكون على اعلى مستوى. على عكس بعض شركات الاهالي اللي ممكن تفرخ في معمل مشترك. في بعض الناس بيكون عندها معامل بتسمح بتفريخ لاكتر من حد، في بعض الناس بيكون عندها قطيع امهات وما عندوش مكن للتفريخ او معدات للتفريخ، فبيضطر انه يودي بيض التفريخ لمعمل، وبعد ما الكتاكيت تخرج بيبدا يروح يحملها بالعربيات بتاعته ويبدا يروح يوزعها على الزباين بتاعته. المعمل ده بنسميه معمل مشترك،
والمعمل المشترك ده انا اسف في التشبيه عامل زي الحمامات العموميه. انا اسف في التشبيه ده بس التشبيه ده هو اللي هيوصل لك اللي انا عايز اقوله. الفرق بين الحمامات العموميه وبين الحمامات الخاصه عندك في البيت زي بالظبط الفرق بين معامل التفريخ الخاصه بالشركات المحترمه ومعامل التفريخ اللي ممكن تفرخ لاي حد. الحمامات العمومية ده داخل وده طالع، ده عنده مرض معين وده ممكن يخش ياخد منه أي عدوى. ده بالظبط اللي بيحصل في المعامل المشتركة. حضرتك البيض عندك سليم والأمهات سليمة، بس قبليك كان في حد تاني عنده مشاكل، ممكن العدوى تتنقل للكتاكيت بتاعتك مع إن جودتها كانت في الأول كويسة بس خدت العدوى من الكتاكيت التانية. النقطة المهمة في الحتة دي إن الناس اللي عندها معامل مشتركة ما بتهتمش بجودة التطهير بين دورة والتانية، واحيانا ممكن تلاقيه بيفرخ بيض بلدي بعدها بشوية يدخل بيض تسمين بعدها بشوية يدخل بيض ساسو او بيض بط او كده، وكله سمك لبن تمر هندي ومحدش عارف حاجة ومحدش شايف حاجة. ومن النقاط اللي بتميز كتاكيت الشركات المحترمة هي اقفاص نقل الكتاكيت. الشركات المحترمة دلوقتي بتستخدم اقفاص كرتون بتبقى استخدام مرة واحدة بس، بتسلمها للعميل والعربيه بترجع فاضيه ما فيهاش اقفاص. الاقفاص دي بيتم حرقها في المزرعه بعد ما الكتاكيت بتستلمها. معظم الشركات عندها الاقفاص البلاستيك المتعارف عليها، بيحط في ارضيه القفص قطعه من الكرتون بتتغير في كل مره عربيه الكتاكيت رايحه تحمل فيها الكتاكيت. واحيانا بعض الشركات المعفنه او المعامل المعفنه بتستخدم نفس الورقه اللي كانت بتاعت امبارح او اول امبارح، بتلاقي عليها زرق بتاع طيور في المرات اللي قبل كده، وده بيكون مصدر عالي جدا للعدوى في الكتاكيت عمر يوم. ده غير انه اصلا ما بيطهرش الاقفاص في كل مره، مفروض كل مره بيودي فيها نقله كتاكيت بيجي يتخلص من الورق القديم ويتم تطهير الاقفاص قبل ما يحمل فيها كتاكيت تانيه تروح لناس تانيه، لكن للاسف معظم الناس ما بتعملش النقطه دي. لو غير الكرتون ما بيطهرش القفص. من اخطر الامراض اللي بتيجي من خلال مكن التفريخ او الاهمال في عمليه التطهير اثناء الفأس والتفريخ هو عدوى الاسبرجلوزس. الاسبرجيلس ده عبارة عن فطر بيصيب الكتاكيت في الأعمار المبكرة، والعدوى ديت بتيجي من المفرخات نتيجة الإهمال في عملية التطهير. السبب الرابع اللي بيأثر على جودة الكتكوت بشكل مباشر هو عملية نقل الكتاكيت. ممكن يكون قطيع الأمهات خالي من الأمراض، ممكن تكون جودة البيضة على أعلى مستوى، ممكن يكون معمل التفريخ على أعلى مستوى من الهيجين والنظافة وبيستخدم احسن مطهرات والكتكوت طالع من عنده 10 على 10، وبيحصل الكارثه هنا اثناء عمليه النقل، بيضيع كل اللي فات. طبعا كلنا بنشوف عربيات نقل الكتاكيت اللي بتكون واقفه على الطرق وبتعمل تبادل للكتاكيت، ده بيدي ده وده بيبيع من ورا الشركه وبينقل في قلب الطريق وبينقل عادي كده وسط الناس ومفيش اي مشكله عنده خالص، ان الفراخ تبرد ما تبردش، المهم ان الكتكوت يوصل للمزرعه عدده كامل ومش فارق معاه ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. طبعا ديت مصيبة ان العربية الكتاكيت يتفتح بابها في الطريق والفراخ تتعرض لهواء مباشر، دي طبعا مشكلة كبيرة جدا، وطبعا مفروض يتحاسب عليها السواق والشركة ما تتهاونش ابدا في حاجة زي كده. ده غير ان عملية النقل نفسها فيها اجهاد كبير جدا على الكتكوت، حتى لو السواق ما بدلش الكتاكيت او فتح عليهم، المسافة بين معمل التفريخ وبين المزرعة ممكن تبقى مسافة كبيرة جدا، وطول الفترة دي الكتاكيت بتكون معرضة للإجهاد بشكل مباشر. وكل ما كانت المسافة بين المزرعة وبين المعمل مسافة طويلة ودرجة الحرارة بتكون أعلى، كلما تعرضت الكتاكيت للإجهاد وده بيأثر برضو عليها طول الدورة. احنا كده عرفنا الاربع اسباب الرئيسية اللي هتأثر بشكل مباشر على جودة الكتكوت. رقم 1 جودة قطيع الامهات، رقم 2 جودة بيض التفريخ، رقم 3 المعاملات اللي بتتم اثناء عملية التفريخ، رقم 4 نقل الكتاكيت. الاربعة دول هم اللي بيأثروا بشكل مباشر على جودة كتكوت التسمين. دلوقتي هنجاوب على الثلاث اسئلة اللي احنا سألناهم في اول الحلقة. هل كتكوت الشركات بيفرق عن كتكوت الاهالي؟ وحضرتك سمعت الاجابة داخل الحلقة. كتكوت الشركات بيكون فيه اهتمام عالي بالامهات، بيكون فيه اهتمام بجوده بيض التفريخ، بيكون فيه اهتمام بعمليه التفريخ نفسها، بيكون فيه اهتمام بعمليه النقل، بيكون عنده المعامل الخاصه بتاعته، ما بيشاركش التفريخ مع اي حد تاني. النقاط ديت بترجح كفه الشركات عن الاهالي. لو حد من الاهالي هيعمل نفس اللي بيعمله الشركات خد منه وانت مغمض. السؤال اللي بعد كده، هل سلاله الكتكوت هي اللي بتحدد جودته؟ سلالات الكتكوت ديت اللي هي زي هابارد او روس او ايفيان او كاب او اي ار او اي نوع تاني، السلالات ديت يعني هل هي اللي بتحدد جودة الكتكوت؟
الكلام ده مش صح طبعا. مفيش حاجه اسمها الكتكوت الروس هو افضل حاجه، ولا كتكوت الكرب هو افضل حاجه، ولا كتكوت الايفيان هو افضل حاجه. الموضوع كله جوده الكتاكيت راجع للاسباب اللي احنا ذكرناهم في الحلقه. الاختلاف بين السلالات ديت يكون في الصفات الوراثيه، يعني مثلا تلاقي فراخ بتدي حجم اعلى من الفراخ التاني، وانا بقول حجم ظاهري ما بقولش وزن. النقطة الثانية، الاختلاف بيكون في توزيع العضلات داخل الجسم، العضلات اللي هي اللحم. في بعض السلالات بتدي لحم أكتر في منطقة الصدر، وفي سلالات تانية بتدي لحم أكتر في منطقة الأوراك، فما فيش أفضلية مطلقة لسلالة عن التانية من حيث الجودة. الجودة دي بترجع للأربع أسباب اللي احنا ذكرناهم من شوية. يعني ممكن تلاقي كتكوت كب عند شركة كويس جدا، وكتكوت كب برضو عند شركة تانية تعبان جدا. العلاقة هنا مش في السلالة، العلاقة لجودة الكتكوت نفسه أثناء عملية التفريخ السبب اللي ذكرناه. السؤال الثاني بيقول، ليه أنا لما بشتري كتكوت من شركة ويطلع عندي كويس جدا أجي الدورة اللي بعدها أجيب نفس الكتكوت وعملت معاه نفس الشغل اللي أنا عملته في الدورة اللي فاتت، بس الكتكوت المرة دي وحش جدا؟ هو الجودة ممكن تتغير من دورة تانية بنفس الكتكوت وبنفس الشركة؟ الإجابة نعم، الجودة بتختلف لو حصل فيه أي تغيير للأربع حاجات اللي احنا ذكرناهم. ممكن جودة الكتكوت تتغير ويبقى كتكوت وحش جدا لو الشركة أهملت في حاجة من الأربع حاجات اللي احنا ذكرناهم. لو حصل أي خلل أو أي تغيير في حاجة من الأربعة دول هتأثر بشكل مباشر على جودة الكتكوت. مش معنى ان انت جبت الكتكوت بتاع الشركة الفلانية الدورة اللي فاتت معناها ان هو الدورة دي هيطلع معاك نفس الدورة اللي فاتت. دي كانت اجابات للثلاث اسئلة اللي قلناهم في اول الحلقة. الاسئلة ديت احنا بنتسألها كتير، دي اجاباتها عشان تبقى حضرتك عارفها. الحلقة الجاية ان شاء الله هنعرف فيهم 7 علامات للاجهاد. اول ما تشوف حاجة منهم هتعرف ايه اللي حصل للكتكوت ده اثناء عملية النقل، وهنعرف ايه هي الاحتياطات اللي حضرتك هتعملها كمربي اول ما عربية الكتاكيت تيجي عندك في المزرعة. اللي ما اشتركش في القناة ياريت يشترك عشان الحلقات ديت هتبقى مفيدة جدا. لو حضرتك استفدت من الحلقة دي ياريت تعملها مشاركة، وما تنساش الاعجاب وتعمل كومنت تحت الفيديو. لحد كده احنا وصلنا لنهاية الحلقة. انا بشكر حضراتكم وبشكر حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.